تابعنا معكم مشاهدينا كلمة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في افتتاح أعمال مؤتمر كوب 27 على مستوى القادة. للمزيد من المتابعة ولنقل أجواء هذه القمة على مستوى القادة ينضم إلينا الآن مراسلنا سمير عمر. سمير أهلا بك، لو تنقل لنا الأجواء بداية ونتابع معك أيضا أبرز ما جاء في كلمات القادة حتى اللحظة في افتتاح أعمال مؤتمر كوب 27 على مستوى القادة. بالتأكيد دالي إشارات عديدة تخللت الكلمات الثلاثة التي ألقيت سواء من الرئيس المصري أو رئيس سكرتير العامة المتحدة أو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة العلنة. ممكن أن نبدأ بالأحدث، فالكلمة الثالثة كانت لرئيس النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة المناخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، الذي أشار بوضوح إلى دعمه وتأييده أيضا أصلا لضعفة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب وأن يعيش الجميع في سلام في أوكرانيا وروسيا وغيرها، لأن ذلك يلقي بتبعات كارثية على الدول النامية. ثم تقدمت كلمات الشيخ محمد بن زايد نحو التأكيد على دعوة العالم إلى الالتزام بالسياسات والنهج الذي يسهم في تخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي، ثم عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال مكافحة التغير المناخي واستعدادها، بل وأشار إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لسياسات واتباع سياسات تسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية. إجمالا كانت كما أشرنا الكلمة تكشف الجهود الوطنية للدولة، وكذلك تكشف حجم التضامن بين الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة وبين دول العالم في مكافحة التغير المناخي. قبله كان السكرتير العام للأمم المتحدة الذي وجه نداء أيضا إلى أهمية أن تلتزم الدول الكبرى بالتزاماتها وتفي بالتزاماتها وتعهداتها لدعم جهود الدول النامية في مكافحة آثار التغير المناخي. لكن يعني نبرة التفاؤل التي تبدو في كلمة غوتيريش تبدو يعني تحتاج إلى سياسات وإجراءات، لأنه أشار إلى أن الكوكب في خطر وليس لدينا مكان آخر لكي نعيش فيه. الكلمة الرئيسية في الافتتاح كانت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت إلى جانب ما يتعلق بموضوع المؤتمر، تضمنت إشارة واضحة أو لنقل نداء إلى العالم كله. قال معكم وبكم أوجه نداء للعالم بأن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، لأننا بتنا أصحاب الاقتصادات الهشة، بتنا ندفع فاتورة هذه الحرب جراء الآثار الاقتصادية الكارثية لهذه الحرب، وخاصة أنها جاءت بعد عامين كاملين من أزمة كورونا. السيسي أيضا أشار في كلمته إلى خطورة استمرار الانبعاثات واستمرار ضعف سياسات التكيف واستمرار سياسات عدم الاكتراث وعدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها تجاه مواجهة التغير المناخي. كانت كلمة الثلاث في افتتاح هذه القمة، قمة القادة والزعماء لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ، بإشارات عديدة، ويمكننا من خلال هذه الكلمات الثلاث أن نتوقع على أي نحو سيسير هذا الاجتماع في جلستيه المقبلتين، لأن لدينا مائدة مستديرة أخرى سيتحدث فيها عدد من القادة والزعماء، ثم مائدة ثالثة يختتم بها هذا اليوم الأول في قمة القادة والزعماء لقمة المناخ 27 كوب 27. دعني هنا نتابع معك أيضا مرة أخرى سمير، ماذا على أجندة فعاليات القمة اليوم؟ تابعنا ربما الجزء الرسمي افتتاح أعمال مؤتمر كوب 27 على مستوى القادة، ماذا بعد ذلك وما هي الكلمات الأخرى المتوقعة؟ هناك قائمة بأسماء المتحدثين وفقا للاتفاقية وفقا لبروتوكول الأمم المتحدة. سيكون هناك المتحدثون على مدار اليومين بست جلسات ومائدة مستديرة للجميع سيتحدث. اليوم كان الافتتاح بعد في قرب الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، يعني بعد نحو 50 دقيقة من الآن سيكون هناك القسم الثاني من المتحدثين، ويستمر لحتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي، ثم سيكون هناك ساعة أخرى يتحدث فيها من لم يتمكن من الإدلاء بكلمته في الجلسة الأولى. غدا سيكون هناك أيضا ثلاث موائد مستديرة سيتحدث فيها
القادة والزعماء المشاركون. الجلسة الأولى أغلب المتحدثين فيها من دول إفريقيا والدول النامية، والجلسة الثانية سيكون أبرز المتحدثين فيها المستشار الألباني الذي سيعرض تجربة بلاده في سياق مكافحة التغير المناخي. الرئيس الفرنسي سيتحدث غدا. هناك أيضا عدد من بالمناسبة أيضا رئيس عفوا ولي عهد المملكة العربية السعودية سيتحدث اليوم، وسيطلق مبادرة السعودية للمبادرة الخضراء. سيكون هناك حديث لملك الأردن في اليوم الأول اليوم أيضا، وغدا سيكون أيضا هناك عدد من الكلمات لقارة زعماء العالم. دعنا نسألك ربما على الأجواء بصورة عامة سمير عن هذه القمة حتى اللحظة، كيف تبدو قمة كوب 27؟ يعني هو يعني كما أشرنا آنفا، القمة على مستواها الرسمي وغير الرسمي تدور بوتيرة يعني متزامنة، وهناك حرص أولا على إنجاحها سواء على المستوى الرسمي أو حتى على غير على المستوى غير الرسمي، بينما تدور الفعاليات هنا في ما يسمى بالمنطقة الزرقاء حيث اجتماعات القادة، هناك في الجانب الآخر المنطقة الخضراء التي تشهد فعاليات لمنظمات مجتمع مدني وشركات ناشئة تعرض تجاربها، وإلى جوار هذه المنطقة الخضراء هناك من يتظاهر طلبا لإجبار أو لنقل دفع قادة العالم المتقدم على الالتزام واحترام البيئة وعدم الاستمرار في سيناريوهات التدمير الممنهج حسب تعبير عدد من اللافتات التي رفعها المتظاهرون. إذن لدينا عديد المسارات على هذه في هذه القمة، مسار رسمي من خلال كلمات القادة والزعماء، مسار غير رسمي من خلال مشاركة الشركات الكبرى ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات في الدول الناشئة أو الدول المتقدمة، ومسار ثالث يرتبط بناشطي التغير المناخي وناشطي البيئة الذين ينظمون فعاليات يستفيدون من خلالها من فكرة التنوير والتبصير بأهمية خطورة استمرار هذا النهج على البيئة وعلى الكوكب بشكل عام، وأيضا يعربون عن احتجاجهم بسياسات بعض الدول فيما يتعلق بالالتزام بأكواد مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وسياسات التكيف. طيب سمير، دعنا نتحدث هنا لربما أيضا عن سقف توقعات من مخرجات هذه القمة، قمة كوب 27 حتى اللحظة التي تعقد على مستوى القادة، ونتحدث عن مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية المناخ كوب 27 والتي ستستمر على مدى أسبوعين، لأن هناك من يعتقد بأن ستكون هناك قرارات ستخرج من إطار هذه القمة، قرارات معنية بتداعيات التغير المناخي، ولكن الموضوع ليس متعلق بقرارات بقدر ما هو مشاركة كل دولة تجربتها في مكافحة التغير المناخي. صحيح يعني داليا، هذا هو السؤال الأهم، لأن البعض تصور يوم أمس بأنه بمجرد أن تقبل الدول الأعضاء أن يوضع بند يتعلق بالأضرار والخسائر للدول النامية جراء سياسات الدول المتقدمة في ملف التغير المناخي، تصوروا أن مجرد إضافة هذا البند وكأن الأمر قد حل وكأن الدول الكبرى ستفي بالتزاماتها. كل ما حدث بالأمس وهو خطوة مهمة بالمناسبة، أنه بعد سلسلة طويلة من المفاوضات والمناقشات قبلت الدول المتقدمة أن يتم إضافة هذا البند على جدول الأعمال، هي خطوة مهمة لكنها لا ينبغي أن تقودنا إلى يعني رفع سقف التوقعات في هذه القمة. ما يتعلق باجتماع القادة والزعماء داليا، هو ليس اجتماعا معنيا باتخاذ القرارات، هذا الاجتماع على مدار اليومين يعرض من خلاله القادة والزعماء تجارب دولهم ومدى التزامهم بما تم التوافق بشأنه في آخر نسخة من نسخ هذا الاجتماع قبل نحو عام، وأيضا يعرضون خطتهم المستقبلية لدعم الدول النامية. بعد ذلك سيكون هناك سلسلة طويلة جدا من الاجتماعات تناقش كل مسار من مسارات المكافحة على حدة، مسار يتحدث عن خفض الانبعاثات وجهود عدم رفع درجة حرارة الأرض لأكثر من درجتين بين درجة ونصف درجة ولدرجتين، ومسار يتحدث عن سياسات التكيف ومواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخي، ومسار ثالث الآن نشأ بعد إضافة البند بالأمس وهو المتعلق بالأضرار والخسائر. على الجانب الآخر
هذه الاجتماعات هي التي ستقر ما هو الواجب عمله خلال المرحلة المقبلة لحين تسلم دولة الإمارات العربية المتحدة القمة في نسختها 28. على جانب هذا المسارات هذه المسارات الثلاثة المتعلقة بالمستوى الرسمي، هناك الناشطين أنفسهم يطالبون بما هو أكثر من ذلك، يعني قبول إدراج بند الأضرار والخسائر على جدول الأعمال هو أقل بكثير مما كان يطالب به ناشطهم التغير المناخي ونشاط البيئة، لأنهم كانوا يطالبون بتعويض الدول الفقيرة والدول النامية عن سنوات الاستعمار من الدول الكبرى. يعني البعض تحدث عن أن إفريقيا تدفع ثمنا كبيرا وباهظا في التغير المناخي، لكنها أيضا دفعت ثمنا كبيرا وباهظا من سنوات الاستعمار التي استفادت منها الدول المستعمرية الكبرى وبالتحديد فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وإيطاليا، ومن ثم كان طموح هؤلاء عاليا للتعويض عن سنوات الاستعمار إضافة إلى الأضرار والخسائر. نعم، لكن على الأقل ما حدث على المستوى الرسمي هو إضافة هذا البند الذي يعني لهؤلاء خطوة متقدمة، لكنه لا ينبغي أن يقود سقف التوقعات لما هو أكبر من إمكانيات وحدود ما يتم التوافق الشاني في هذه الاجتماعات.